راح نروح للعالم التربوي وندخل شوية لأقسام المدارس ونشوف إيش عم بيصير فيها، لأنه الظاهرة الجديدة اللي صارت الآن بالمدارس سواء على كل مستوياتها الابتدائي، المؤسسات الثانوية أو الجامعات، الهاتف الخلوي أو الموبايل اللي صار الآن من ضروريات حتى الصغار مش بس الكبار. عم بنشوف ناس 5 سنين 6 سنين في عمرهم ياخدوا معهم هاتف موبايل على الأقسام. قديش هيدا مفيد، قديش مضر، قديش هذا قد يأثر إيجاباً أو سلباً؟ ضيفتنا الأستاذة الجامعية والمدربة في مجال التربية والتعليم نادين جودي. أهلا وسهلا فيك نادين. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. هذا الموضوع شفت أنا كتير مهم نادين لما اخترتيه وبعتنا به، فقلت أنه خصوصاً الآن بفترة المدارس، ويمكن أنت عانيتي من هذا الشيء لأنه دايماً تجيبي مواضيع بتكوني احتكيتي فيها. طيب في القرن اللي احنا فيه، مستلزمات التغيير والحداثة وكل التدريس الآن صار على الآيباد وعلى الكمبيوترز، شو اللي عم بيصير الآن في الأدوات الأساسية في الصفوف؟ شو عم بيصير؟ عم بيصير تغيير سريع ومفاجئ. نحن صحيح بالقرن 21، خليني رجعك ورجع المشاهدين كلهم لصورة كتير قديمة بالزمان. أول ما كان الأركان الأساسية للتعليم هو كان الأستاذ والتلميذ، لما كان في صورة أستاذ وحامل العصاية وتحت السنديانة والشجرة. بعدين رجعنا زدنا للطبشورة واللوح، بعدين للماركر والوايت بورد كنا كتير مبسوطين فيهن. بعدين معاش اكتفينا، صار بدنا الـ OHP الـ Overhead Projector، بعدين اللابتوب والآيباد، كلهم دخلوا بشكل كتير سريع ومفاجئ. ولكن مفاجئ لألنا وللأساتذة والمعلمين، مش مفاجئ كتير للتلاميذ لأنه هني حابين التطور. فالتغيير فعلا بالقرن 21 دخل بجميع الأصعدة وبدومين التربية والتعليم طبيعي أنه يدخل. حلو. عم نشوف الآن في معظم حقائب التلاميذ مش بس كتب ومقلمة وأقلام، عم نشوف موبايل كمان. أصبح هيدا شيء ظاهرة عادية ولا شو؟ ظاهرة عادية. ايه عادية بالدومين انه كل واحد معه موبايل فون، ظاهرة عادية. بس نجي على الدومين الاكاديمي، هيدي ظاهرة عادية وتستلزم التحدي. هلا ليش تحدي؟ لانه بالشنطة في قلم وكتاب ودفتر وورقة، شيء كتير عادي، لانه الاستاذ هون بيكون عارف شو في بقلب الشنطة وبكون اقوى من التلميذ. طبعا الاستاذ عارف الكتاب اكثر من التلميذ وعارف محتواه ومضمونه طبعا، ولكن هلا صار الاستاذ ما بيعرف بالتليفون والموبايل اكثر من التلميذ. فهيدي تحدي للاستاذ بحد ذاته، لانه ممكن التلميذ يكون عارف شيء اكثر منه. والتحدي وين؟ انه الاهل صاروا مش بس بيكتفوا انه يشتروا تياب وشوز واكسسوارز للاولاد، بل اكثر شيء، اكثر شرط هو شو الموبايل الجديد اللي حجبوا لي. فالتحدي كبير لانه الاهل عم بيشجعوا لانتشار التليفونات مع اولادهم. طب كيف بتكون رده فعل المعلمين عندما يشوفوا او يلقوا ولد من التلاميذ بيستخدموا هواتفهم في الصف؟ انت مثلا شو بيكون رده فعلك؟ ردات الفعل تختلف بين المدرسه ولا الجامعه، بين المجتمعات اللي نحن عايشين فيها، تختلف بين المودز اوف تيتشر، يعني انماط وانواع الاساتذه، هل هو اوثوريتيف سلطوي ولا بيرميسيف سموح. وبتختلف مش بس بين المود اوف تيتشرز، المود اوف تيتشر مزاج المعلمه. نبدا مثلا بابسط الامور، ما حضيع وقتي هلا، ما قادره، خلص ضب تليفونك شيله على جنب، هيدا ابسط الامور. احتمال ثاني تقول له المعلمه اعمل حالي مش شايفته وشيله على جنب، او احتمال تبلش تعلي نبره التون، بليز شيل تليفونك على جنب، ما يرد عليها، بترجع بتعلي صوتها، بيضطر انه يشيله بس هون ليخضع للسلطه، السلطه تبعت المعلمه. في ردات فعل انه تتحول انذار خطي، امرار تنبيه، امرار بيبعتوه لعند الناظر، وامرار بيضطروا انه يبعتوه على البيت. فردات الفعل عم تختلف بين مدرسه وثانيه. بالجامعات ردات الفعل تختلف تماما لانه في قوانين خاصه فيها، وبنحكي على الانظمه خلال اكيد. حابين كمان نعرفوا منكم ارائكم، وكاميرا البرنامج انتقلت الى الشارع اللبناني وجابت لنا الاراء التاليه سواء من الناس اللي في المدرسه او غيرها. وزميلنا جهاد مرحبا، وفانا بالتقرير الجاي نشوفكم مع بعض، تفضلوا. في يومنا هذا اصبحت وسائل الاتصالات اكثر تطورا وشيوعا من قبل، ومع انتشار الهواتف الذكيه وسهوله الاتصال بشبكه الانترنت، بات الهاتف من اساسيات الحياه خصوصا بين التلاميذ. أنا نزع
صاحب بالصف يعني بده شيء يسلينا. اوقات بكون الكورس اول ما ماتيريال او انت ما مركز اصلا فبتستعمله. بتحاول اضيفك هيك تظبطها من تحت الطاولة من تحت الطاولة واتساب شيء سكايب على السريع تعمله. ناس بتزيدها بتقعد كل الوقت على التليفون بس انه في ناس بيكون عندها ظروف يعني بالنهاية انه ما فيك تحكم كل الناس يعني مثل بعض. بده واحد يركز بالصف ويدرس يعني بالنهاية. فبدك تخميني طبي. انت بتطبي حسب اي كورس يعني هي على المادة. لا مش كل الدكاترة بيسمحوا تليفونات واللي بيسمحوا منهم انه مش يكون في صوت يحطوا سايلنت افضل. والمشكلة تقع في المدارس والجامعات حول السماح للتلاميذ باستخدام الهاتف في الصف ام لا وكيفية الحد من استخدامه خلال الحصة الدراسية وللتلاميذ رأيهم الخاص بالموضوع. صحيح ممنوع بس بحكي على التليفون. بالجامعة ما برد على حدا بس اذا ما بدي اقول الا بالشيء الارجن بطلب اذن من الدكتور وبطلع بحكي إن إذا في شيء كتير مهم. وسيلة إلهاء يعني بدك تلتهي يعني مش مفروض تستعمله لا أبداً. ساعة فيك تمرقها بلا تليفون. كل النهار ترينج قاعد عم يحكي BBM واتساب مع العالم مع الحركات كلها خلص يقعد يركز مع جاي يتعلم هو هون شو جاي يقعد يحكي ويطق حنك على التليفون. وفي النهاية تبقى كلمة الفصل لإدارة المدارس والجامعات دون إغفال دور الأهل أيضاً. إدارة المدارس أو إدارة الأهل من وين لازم يكون الخط الفاصل أو الحكم في هذا المواضيع اللي فعلاً الديسيبلين بيقولوا أهم من المستوى الدراسي. اللي عنده ديسيبلين بيكون عنده قابلية أنه يتقبل أي شيء بحياته بطريقة موضوعية. نادين شو رأيك بلشفناه؟ آراء مختلفة كلياً، ناس بتأيد ناس ضد، ناس بتقول أنه في دلو ساعة، ناس بتقول أنه ما فيني دل ساعة. فمثل أي موضوع هو هذا الموضوع بحد ذاته controversial يعني يا ناس مع يا ناس ضد. فالآراء هي من وحي المناسبة يعني آراءهم فعلاً عم شوفها وفعلاً في دكاترة بتقول أوكي هون موضوع لا هون الواضح إنه جامعة وطبيعي هون عم بقولوا إنه الدكاترة بيقولوا إيه ودكاترة بيقولوا لا. بالمدرسة الموضوع مختلف تماماً وفي في في إجراءات لازم تتخذ طبعاً بهذا المعنى. طيب خلينا نحكي شوي على الناس اللي بتأيد والناس اللي بتعارض. نعم. الناس اللي بتأيد ليش وإيش في إيش إيجابيات وجود التليفون مع الولاد؟ الناس اللي بتأيد هن كذا فئة. في عنا منبلش من فئة الأهل. فئة الأهل كتير بأيدوا الموضوع بحجة إنه هن بدوا يطمنوا على أولادهم أو بحجة إنه في حالة طارئة ممكن خبر فيها. في دراسة عملوها بأمريكا لايف بروجكت بأمريكا. قالوا انه مزبوط نحن التلاميذ هن ممنوع ياخذوا تليفونات معهم ومضوا الكونترا انه هن ممنوع ياخذوا تليفون معهم. 48% من الطلاب اللي هن ماضيين كونترا وعارفين انه هذا الشيء ممنوع بياخذوه. الاهل فخورين فيه انه معلش نحن حنخلي اولادنا ياخذوا تليفون معهم. الاهل عندهم سبب. الفئه الثانيه اللي بتايد هن الطلاب حد ذاتهم هن بايدوا هذا الشيء انه هن بدهم يرتاحوا بدهم يعملوا بريك بدهم يحكوا. وفي ناس اللي ضد تماماً وعندها أسبابها كمان. طيب اللي ضد شو بنقول؟ أنت واحدة منهم؟ أنا ضد؟ أيه. أنا ضد ما حسب إذا بالمدرسة أو بالجامعة وما فيني أقول أنا ضد. بدي أقول في نظام داخلي. شو النظام اللي أنا بالمؤسسة اللي بتبع له هو اللي بمشي عليه. في عنا أنظمة نظام داخلي وفي عنا بيكون موجود بدليل المعلم بيكون موجود بدليل الأهل بيكون موجود على الويب سايت أو على البوليتن بوردز. بالنهاية بدنا نتبع قوانين يعني بالنهاية موظف بده يتبع القانون والتلميذ بده يتبع القانون طبعا. فهي أنا ضد لما يكون هو قانون وهو فينا نقول أنه السلفون هو من مش جريمة يعني ما أنه جريمة مش مثل السيجارة أو الهيروين. هو مضر مش مضر مثل الهيروين والسيجار ولكن مؤذي. طيب نادين هل هناك احصاءات عن نسبه استخدام الموبايل؟ نسبه استخدام الموبايل ذكرت انه تقريبا 48% من الدراسه اللي عملوها بامريكا انه هن عارفين انه الموبايل ممنوع ومضوا الكونترا انه ممنوع. من هول اللي مضوا 48% بياخذوا الموبايل مع 63% بياخذوا الموبايل معهم على المدرسه و48% من نفس الفئه بتقول انه هن they use and text at least once per day. واو. فيعني نسبة كتير عالية. بيستعملوها ويبعثوا رسالة على أقل مرة باليوم. نسبة كتير عالية. طيب في أي قوانين لتخفيفه؟ القوانين نتمنى يكون في قانون صارم. قانون هو يكون فيه هو أي قانون لحتى يتطبق بده يكون فيه ثبات يكون فيه consistency يعني بين كل المؤسسات يكون فيه قانون عام. كون القوانين عم تختلف بين مؤسسة والتانية ما عم يتبع. وإذا في قانون ما في عواقب. هلأ هو القانون يطبق حسب العواقب. هن عم يطبقوا القانون خوفاً
من العواقب اللي ممكن تصير. ما في قانون، في اجماع، ولكن بيجوا مفتشين من المدارس اذا استاذ معه السلفون على الطاوله بيبعتوه تنبيه. فكيف اذا مع التلميذ؟ نرجع بنقول هو لانه في كمان قوانين، نرجع لمش بس بلبنان، ببلدان بيعملوا احصاءات كمان ودراسات بانجلترا وبامريكا وقالوا انه هو ممنوع استعمال اي اداه او وسيله مؤذيه ومضره. هن ما صنفوا بعد السلفون انه مضر، فعشان لحد هلا بعده مسموح. طيب احنا قلنا على مضاره وعن ديسيبلين بالنسبة للتلاميذ، الأساتذة مسموح لهم يستعملوا تليفونات؟ لا، أنا شخصياً بشتغل بكذا محل وبالإجراءات والقوانين والنظام الداخلي موجود، هو من المحظورات اللي ممنوع يستعملها الأستاذ هو السلفون بالممرات وبداخل الصف، بس نستعمله. إيش اللي بيحتاج ليه التلاميذ هالأيام؟ هالأيام عصر التكنولوجيا، عصر التحدي، التربية بحد ذاتها بطلت فقط تعليم، التربية هي توسيع أفاق للحياة. فهن بحاجة لمين يوجههم للبحث والتنقيب وليس التلقين. يعني هلأ التليفون فينا نستعمله داخل الصف من ناحية تربوية، كمان أجريت دراسات حسب اللي عم يستعمله بطريقة الحكمة، فينا نستعمل التليفون بيكتبوا نص رسالة بين بعضهم، فيهم احتمال يعملوا أبحاث، فينا نستعمل التايم ووتش للصغار حتى إذا يعني عم يستعملوا ستوب ووتش فينا يعدوا السكندز والمينتس، فينا نستعمله للكالندر للنوت تيكينج، فينا نحوله لطريقة تربوية. هن بحاجة لمواكبة التطور، وعلى الأساتذة يكون عندهم الصبر لحتى يقدروا يستثمروا هذه الأداة ويحولوها من وسيلة للتدمير لأداة للتعليم. هيدا عن الأساتذة، شو بنقول للأهل اللي عم يشوفونا؟ للأهل بنقول لهم على حسب مستوى الدراسة، للمدارس الابتدائية شو بنقول؟ في نوت للمدارس الابتدائية لا ما ممنوع. في ممنوع لأنه في تليفون بالمدرسة وفي كوينز بالمدرسة للحالات الطارئة والنظار والأساتذة موجودين. بالليفل الأعلى كمان بنقول لهم إنه بحال طلب ريسيرش ممكن ياخذوا معهم الآيباد مش التليفون، لأنه بيقدر يوصلوا الأكسس للإنترنت من خلال الواي فاي بالمدرسة، مش ضروري يكون في تليفون معهم. وللجامعة بترجع للقانون الجامعة، لأنه هون هن صار عندهم هن الحكم على النفس إذا قادرين عم يلتهوا ولا عم يستفيدوا. سو شو بدهم يواكبوا التطور، وعلينا الصبر، وإذا كان في عقاب لابد أنه يكون في رحمة في العقاب والسماح عند الخطأ. حلو نادين جودي، شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى هذا الموضوع. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا.